زدت انا اللي شخصيا فرحان بزاف وغادي نهضر بعجالتين على دنيا باطن بعجالتين. تصوروا معي دابا انتم يا حمزه البغل البغل اليعقوبي وسبحان الله كلهم خوان الله حتى سالم كيما كاتجي خائن خائن ومسخوط الوالدين مازال كيزيدوا يغرقوا البنت الحاضرة الغائبة الحاضرة خلات الكرسي ديالها خاوي خلات نا 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 لا حد يعلم لا حد يعلم ماذا شنو هي الحالة اللي كتعيش فاطمة الآن حالة اكتئاب حادة والله أنا أخاف عليها من أن تقدم على شي عمل اللي هو بيني وبينكم أنا والله لست من الشامتين لست من الشامتين تنقول مهما فعلت الله يخليها البنياتها وتخرج لهم في القريب العاجل حالة اكتئاب حادة وربي ربي حق اللي دار شي حاجة ربي راه يمهلو ولا يهملو الله المنتقم ما حدث المريم سعيد تعقلوا باش طار ليها البرص في يديها بقوة الفقصة ولا غير الذين لا يعلمون هاد الأمور أن فاطمة في مقابلة والبارح مع قاضي التحقيق كانت تجهش بالبكاء وبكاء يعني هستيري حمزة وما في خبارهم شي هادشي لأنهم كيمثلوا بأنهم كيحبوها ولكنهم لا يدافعون إلا عن أنفسهم وتبقى عندهم ديك المكانة في السوشيال ميديا ديال البغل شتى كاع ما قلبتي على الهرمونات كاع ما لاحظتي هادي البنت مسكينة تطلعت بهذا المعنى هذا تطلعت بالبرص ولات عليها واحد الحراسة لصيقة مخافة أن تقدم على عمل لاحظتو والبارح خرجو تيقولو إن فاطمة بخير هاتي خرجت مع نختها ليست بخير البتة ليست بخير البتة وأنا إنسانيتي ستدفعني إلى باش نقول لكم اتقوا الله في يد المرأة اتقوا الله في هاد المرأة عطيوها اتساع حموا هاد المرأة والله الى انا وليت دابا خايف عليها لا دير شي حاجه في راسها وانتم ما في خباركمش انا في خباري تعديتوا كل الحدود عطيو المراه وما تعاودوش تكتبوا العفو انتم عارفين الا كتبتوا العفو راه ما غاديش تاخذ العفو حنا انا اللي متضرر كاينين بزاف ديالنا ما كيكتبوش العفو انتم اللي تتهضروا على العفو مين تتهضروا على العفو والله لا خداتو خلي داك القاضي اللي كانت قدامه يوصل بانها تعيش ظروفا صعبه خليها البلود بنياتها خليوها علاش تتقلبوا يا ولاد الكلاب اختا ابتسام مولاد الغربه علاش تتقلبي تبقي بو مول المشطه علاش كتقلب اما اللي مازال الان تتسعى بها في الخفاء بنياتها خصهم فلوس المدرسه خصنا فلوس العيد خصنا فلوس هادي ريشتوها وهي على برا وكتريشوها دابا يا وتعقلوا باش ذكرتكم مول البارح على المدابزه اللي دابزوا في ديك القاعه في سلا على ود الغرامه المرايشه على الغرامه الله يجي المرايشه سيروا خليو انا ما عندي ما نخسر شتي انا ما عندي ما نخسر وما نسامحها الا غدا يوم الدين ما عندي ما نخسر جمعت ولا تبعي فعلا لين دسلاوي ضرت راسها براسها وهاد ولاد الحرام حمزة والله لا احد يعلم عنها شيئا باطمة خلت الفارة اي عارف شنو طرى الباطمة عارف شنو طرى الباطمة عارفة بانها تبكي صباح مساء وبطريقة هستيرية شي واحدة كانت تقول لك الملوك القطرسة مع مرات عباس الخطار وحميدة الأربة حميدة الوريب عباس بوصبع
مع عيلة جالو، ألقتها مع عيلة جالو وما عارفين عليها والو. كيبغي يدرك يقول لك هذوك العيالات اللي في الحبس عندهم الزهر، مشات لهم بارك ما غتنشطهم شويه. زينتوا ليها الحبس زينتوا ليها يا ولاد الحرام. والله ما كتبوا حد جيمي، والله ما كتبوها. ورغم انها تستاهل هادشي اللي خيطر عليها، انا والله ما نشمت، غير باش نقول لهم اولاد الكلاب نتوما كاملين لا علم لكم بما يجري المغنيه ديالكم المجرمه. انا على علمي، شتي انا على علمي، والله ما بغاوها تخرج. شتي ملي كانوا كيكتبوا العفو، والله ما بغاوها تخرج، خايفين لا تخرج ودير عقلها وتقول لهم احجر العافيه. خايفين لا تخرج تقول لهم عطوني 6 ساعة غنبدا حياه جديده، غادي نديها في وما، وخايفه واختها وخايفه لا تخرج وتسد عليها تجيب بناتها وتريح بوحدها وتعاود حياتها من جديد. هما خايفين، وحق الله العلي العظيم الا هما خايفين. خليها تما على الاقل غنستافدوا واحد العام، احنا مدورين سعايا وحنا مدورين قافيه. هذاك بو حميد ابوها، والله الا ابوها بالله العلي العظيم الا بقى فيا. اخواني اخواتي، ما بغيتش نخلط السعاده اللي كنعيشها انا مع على الحديث على هاد باطمه، وان كانت تستاهل والله اني لست من الشامتين. عطاو ولا مرة 9 ساعة، احنا راه ما عندنا ما نخسرو، احنا راه ندخلو ليها في كارسون في التحولات الهرمونيه ندخلو بها، والله ما خاسرين. لكن المرأة تعيش وضعا صعب جدا، كتعيش واحد الوضع ما تبغيش لعدوك. بيني وبينكم ليلى قلت لك حتى هي كانت ما كتشلخش ليلى، الله يتدي مسقوطه. صحيح هنا نرجعوا الهضره ديال الكلامور. قلت لك ربي ما كيبغيش الظلم، احنا الرواعه ديال الخنزات تكرفصنا على عباد الله، احنا كنتكرفصوا. ولكن انا جيت هنا دابا باش نقول لكم انا اعلم الوضع ديالها في السجن الان، والاخرين لا يعلمون، ما عارفين والو، والله ما عارفين شي حاجه. بلوم تحياتي اخواني اخواتي، ما نخليوش. كاينه تمرات عبد الغفور تما، كاينه تمرات انتوما يا والله صافي هاد الوالدين، عندي واحد الجمهور بيه صافي. المرأة ما كعرف صح اللي كيقول لما كتشلخش مرة تعاود الغابور اجي تشوم الله ما كتشلخش انت على عين. اللي قال تستاهل وافقه الرأي، اللي قال اللهم لا شماتة وافقه الرأي. هذا غير باش نقول غلب بغل ليعقوبي سالي، هذاك لقات اختها والله ما عارفه اش نقيل، وكون اختها باعت ليها حوايجها وفهمتي، باعوا ليها حوايجها باعوا ليها قرصونة. هذاك اللي قال دوكا نهار تخرج قول لها هو احنا ما لقينا منك كلو بناتك، هما راه سعاو بناتها وسعاو على اي انتشر البرص فيها الله يشافي ويعافي، احنا ما كنتشفوش هذاك المرض ديال الله سبحانه وتعالى، انتشر فيها بواحد الشكل كبير، وهذا الشيء ناتج على كثرة ابر التبييض اللي كانت كدير. الاكتئاب حد علاش دخلات فيه السيده كانت كتعاطى، ما بقاوش نكذبوا، السيده كانت كتعاطى، وغير الصحبه ديالها مع نويصر ود المعربطين، راه عرفتوا داك الشمالي حب البرهوش كيهرس الطلقوش غير عقلتوا عليه، هذاك في حد ذاته يثير الشبهه. هذاك الدريري هذاك اللي مبليب ما داك الشيء اللي ما يطيحش لكم على البال كيديروا، داك الشيء اللي ما يطيحش لكم على البال كيديروا، الفلوس كاينين كل شيء كاين، هو الكتيكيت ديال مو هذاك راه باين، يعني اللي راه ما يمكنش واحد يتصاحب مع ايدو ويكون كيدير في حاله. كثرة العملية ديال التجميل، راه كتعرفوا التجميل عنده المضاعفات ديالو، وهي كانت مهووسة بعملية ديال التجميل، هذا راه حق، هادشي راه كلشي كيشوفو.
كل شيء كيشوف، لدرجة أنه الأطباء ديال التجميل اللبنانيين وغيرهم كانوا كيطلعوا عبر تدوينات كانوا كيلبوها، كيقول لها أفلانة راه وصلتي للمرحلة ماشي ديال التجميل، وصلتي للمرحلة ديال التخييب. هادو أطباء لبنانيين والله العظيم إلا شفت لهم شحال من بوستات كان كيحطوهم عليها، وكيقول لها أبنتي حبسي من هادشي اللي كديري. ودابا الجسم ديالها أكيد راه ما رحمتوش، غادي يخرج داكشي على شكل أمراض، واللي غادي يزيدها فقصة على فقصة، واللي خايفة منه. وكنا سمعنا أنه كان عندها لقاء مع السيد قاضي التحقيق، والكل كان كيستغرب علاش راه القضية ديال الحساب ديال ناهد منخيخي وداك الشيء اللي تحط فيه، واختها وقبيب بو اللي كل شيء كيقول لك القبة تنادي، فهداك الشيء اللي تحط على رجوة راه ميمكنش يجي من شي حد اخر. وهذا الشيء اللي كيتحط على الفنان لطيف عرفات راه باين هذا الشخص هذا ما هو الا واحد متغلغل في الدومين ديال الفن. باش نجيكم الاخر منين غادي هذا الشيء الدواسه، مثلا حنا نقولوا نمشي معاكم على التفكير ديالكم انها الغربان. الغربان منين؟ واش الغربان الفنانه؟ واش الغربان كتغني؟ واش الغربان مغمسه مع الفنانين؟ الغربان لا شيء، راه نهار من نهار اختها دخلت القبه وهي جالسه كتنش الدبان، ما كديرش حاجه مقابله التعارج، وكدي داك الديده ملويه على الواد على العواد. اش غدير الغربال؟ ما كدير والو. اذا حتى دوك المعطيات ودوك الفيديوهات او داك الشيء اللي كي يهدد بهم ناهيد رجوه وغيرهم من الفنانين، ما يمكنش الغربال تحصل عليهم، لا الغربال ولا القب، ما عندها منين تجيبهم. وهذا الحساب هذا ديال نهوده وديال جمعوا بجوج، حيت الشكايات على الحساب ديال ناهيد خيخي وعلى برنسيس سالي اللي هو حساب على المأذون على الانستغرام، هادو بجوجهم. فشكون اللي داعي بيهم؟ داعي على المأذون سمعت تحفه موكل الاستاذ زهراش قدم شكايه، سمعت كذلك الفنانه لطيفه رأفت حتى هي مقدمه به شكايه، سمعت كذلك المدير ديال شوف تي في شحتان، وكذلك رجوه اللي قدمت شكايه في شكايه، والشكاية الثالثة ديالها راه كتوجدها مع التقرير الطبي ديالها. دابا أربعة، شوفوا لي غير الأستاذ زهراش عباقرة المحامين، شوفي لي الفنانة لطيفة عرفات ومن لا يعرفها، وإيوا شوفوا لي مدير شوف تي في واللي هو دريس الشحتان حتى هو دخل على الخط على إثر هاد الحسابين.